الأصولية، كل ما حسن تعليم الشخص لك في الركوب كل ما كان يحكم على شغلك صح أو لا زي ما ذكرت سابقا من نتائجك مع الحصان، ومن ناحية الشكلية فقط. فلما يركز على النتائج، إن ركز على الناحية الشكلية ركز على شكل الحصان تحتك وليس شكلك أنت فوقه، بمعنى يركز على الخطأ اللي سواه الحصان كحركة ويربط بدقة يدك أنت، فيعلم تصرفات صحيحة باليد تخليك تركب الحصان بشكل صحيح، فيزين الحصان تحتك فيزين وضعك فوقه. يعني ما ي... زي ما ذكرت سابقا يركب ركوب خاطئ يثبت نفسه على الحصان، يتشعبط على الحصان، فمع الوقت الحصان يعرف انه اسرع منك واقوى منك، يستمر يطيحك ويخل توازنك. اللي يركب صح ما يثبت نفسه على الحصان، يثبت الحصان تحته. فلما يعلم احد نفس الفكره، ما يحاول يخليك تثبت فوق ظهر الحصان تشعبط قبل رجولك قبل فخذك الى اخره، لا، يعلم كيف تثبت الحصان تحتك، فيركز على اخطائك من خلال وش سوى الحصان تحتك، ثم يخليك تحسنها بدقه يدك، فالحصان يمشي موزون تحتك فيزين وضعك فوقه. فما معناته انه ما يبغى وضعك يزين، الجميع يبغى وضع الراكب فوق الحصان يزين. الفرق ان طرق الركوب الاخرى الصحيحه يركزون على جسمك انت اكثر من وضعيه الحصان ودقه يدك، عشان كذا مع الوقت مهما جبت الوضع المثالي وقت الجد يتغير فجاه الحصان يحوسك. ثانيا الوضع المثالي ما يؤدي التحكم، يعني يقدر يخليك تسوي الوضع المثالي اللي يرى انه هو مثالي، بس السبب اللي يخلي الوضع مثالي ما حصل اذا الوضع نفسه ما عنده مثالي. الوضعيه دي مثاليه انها تؤدي التحكم بالحصان، طب لو سويتها الحصان حيسكي، وين الميزه؟ بينما اللي يركز بدقه اليد يقول لك ركز بدقه اليد الفلانيه والعلانيه، سوي الحركه الفلانيه والعلانيه، لف اللف العلانيه والفلانيه، فالحصان يوزن تحتك، اذا وزن تحتك سهل عليك الثبات فوقه، واذا ثبت فوقه بتسوي اللي هو يبغاك تسويه بدون ما يقول لك سوه. فالنتيجة المطلوبة من وضعية جسمك حصلت قبل أصلا أن تجيب وضعية جسمك، فوقت الجد سويت الوضعية الجسمية المطلوبة أو لا، الدقة أو النتيجة اللي تبغاها على ظهر الحصان جبتها، يعني جبت المطلوب على ظهر الحصان بوضعيتك الطبيعية أو وضعيتك اللي تبغى تسويها، أهم شيء دقة اليد. لكن لما أركز على وضعية جسم الراكب قبل دقة يده وقبل الحصان نفسه ممكن يعطيني الوضعية اللي أبغاها بالضبط شكلياً، حصان منطلق، حصان حارب، حصان حايسة. لكن لا يمكن تقول للخطأ عندك في وضعية الحصان، الحصان لام نفسه زيادة أو مسترخي زيادة أو ساحب زيادة أو مفضي زيادة أو متكي زيادة، سوي الحركة الفلانية بيدك عشان توزن الحصان، سوي الحركة الفلانية بيدك عشان تضبط الحصان إلى آخره. ثم لما سويت الحركة الفلانية بيدك ضبط وضع الحصان، جسمه زان، ما يمكن تقول هذا ما راح يؤثر على التحكم في وقت الجد، كلها مرتبطة ب دقة يدك اللي خلت الحصان يسوي حركات عكس اللي كان يسويها، يعني انك تتحكم فيه. حتى لو افترضنا ما جت وضعية الجسم اللي ابغاها، طز اللي يخليني ابغاها اصلا تحكم كثير، فلو افترضنا انك بتتحكم بالحصان بدون ما تجيب وضعية الجسم المطلوبة عادي ما يهم، بس ما يمكن اصلا لو جبت دقة اليد المطلوبة وزنت الحصان تحتك سهل عليك فعل الشيء الطبيعي من نفسك بدون ما اقول لك عنه. لكن لما سوى الحركة ثانية برجلك وبجسمك وبواركك وبكتفك الى اخره وانسى دقة اليد الحقيقية، ما راح يفيدك وقت الجد، بل الوضعيه نفسها ما راح تستمر. لكن لو استمرت ما راح تفيدك، هذاك العكس، لو جبت دقه يد بتجيب وضعيه الجسم، لكن لو ما جبت وضعيه الجسم ما راح تضرك، لانك دقه يد هي الاساس. هذا طبعا ما يعني انه ما يجيب طري اليد، اغلب اللي يعلمون طرق الركوب يجيب طري اليد، بس يقول ثبت اليد او خلها بالوضعيه الفلانيه او خلها بالمسكه الفلانيه، ما يجيب لك طري دقتها فعليا. اقصد دقتها يعني دقه تزليقك، دقه جمعك، دقه تكتيكك كشخص يزلق، او دقه قفلك كشخص يقفل. ما يركزون على الدقه في مواكبه الثلاث او التعامل مع الثلاث. مسكة يد معينة والباقي كله مرتبط بالاشياء الاخرى، ما في اتصال حقيقي بينك وبين الحصان باليد، بما يعني وقت الجد الحصان بيعوزك، المدرب نفسه اصلا يعتمد على الفكرة هذه، وضعية الجسم عنده اهم من دقة اليد، هذا اللي يخلي الحصان وقت الجد ما يعطي المطلوب، سواء هو سوى الوضعية الجسمية اللي يبغاها او لا، وغالبا ما راح يصير الوضعية نفسها، بتكون الوضعية مثالية وقت السلم والنتائج جيدة، وقت الجد نتائج الحصان تغير كليا وجسم الراكب يتغير كليا، ولو ما تغير ما جاب النهاية المطلوبة. بينما دقة اليد العكس تماما، النتيجة مطلوب مضمونة بالسلم والجد، وفوق كذا وضعية الجسم اللي تبغاها بدون ما تتعمد تجي، ولو ما جت